فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على ونعم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طلابنا الأماجد في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية قسم الإعلام بجامعة السلطان قابوس، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في هذه المحاضرة الرابعة ضمن محاضرات أسس البحث العلمي الإعلامي. واليوم إن شاء الله سنتحدث عن خطوات البحث العلمي باعتبار أن هذه مقدمة على بقية المحاضرات، بحيث يبدأ الطلاب من الآن في التجهيز لخطة بحثهم حتى يتم تسليمها بنهاية هذا الفصل إن شاء الله. قبل أن نواصل لابد أن نشاهد. هل سبق وانبهرت باكتشاف جديد أو معلومة غريبة وسألت نفسك كيف وصل لها العلماء؟ هل لديك أنت مسألة تريد بحثها وصبر أغوارها أو سؤال تريد الإجابة عليه؟ يمكنك الوصول للإجابة الصحيحة ببساطة من خلال اتباع المنهج العلمي للبحث. انتظر، إنه ليس معقدا كما قد يحيي الاسم، إنه منهج مكون من 4 خطوات رئيسية. الخطوة الأولى هي تحديد المشكلة. أولا نبدأ بتحديد الهدف، ما هو السؤال الذي تريد الإجابة عليه؟ فليكن مثلا، هل يمكن للمسطرة أن تتحول إلى مغناطيس؟ بعد تحديد السؤال نبحث عن الدراسات السابقة، هل هناك أبحاث سابقة عن مشكلة مشابهة؟ ابحث باستخدام مصادر بحث مختلفة، ابحث واحصر كل النتائج السابقة المتعلقة بالموضوع مع ذكر مصدر المعلومة. ثم يأتي دور الفرضية، افترض إجابة ما لسؤالك بحيث تتحقق من صحتها بنهاية البحث. الخطوة الثانية للبحث العلمي هي التحليل الإجرائي. نبدأ بتحديد الإجراءات، ما هي خطوات التجربة التي ستقوم بها لكي تصل لنتيجة البحث؟ ثم تحديد المواد التي ستحتاجها في إجراء خطوات البحث، والمتغيرات وهي الأشياء التي ستقوم بتغييرها في التجربة لكي تصل لنتيجة بحثك، وهي إما متغيرات مستقلة أو متغيرات تابعة. الخطوة الثالثة للبحث العلمي هي التجربة وتحليل البيانات. ستقوم بإجراء التجربة بمختلف المتغيرات التي قمت بتحديدها سابقاً، ومن التجربة ستخرج ببيانات محددة. ولكي تستطيع الاستفادة من بيانات التجربة يجب أن تعرضها في شكل رسوم بيانية بحيث يسهل عليك قراءتها وفهمها. وهنا ستقوم بتحليل البيانات لمعلومات محددة. الخطوة الرابعة من البحث العلمي هي الاستنتاجات والتطبيقات. تبدأ هذه الخطوة بتحديد النتائج، ما هي المعلومات المحددة التي نتجت عن تحليل بيانات التجربة؟ ثم الوصول للاستنتاج، وهي الخطوة الكبرى التي تكلل مجهوداتك بالنجاح. إنها ربط البيانات بالإجابة التي افترضتها لسؤالك. والآن حان وقت التطبيقات، كيف ستستخدم نتائج البحث فيما يفيدك أنت والآخرين؟ وأخيراً المراجع. في نهاية أي بحث يجب ذكر المراجع، وهي قائمة بالكتب والمقالات التي استخدمتها في كتابة بحثك لتأكيد الدقة والمصداقية. وبهذا فقد قمت بخطوات البحث العلمي بشكل دقيق، بداية من تحديد السؤال وانتهاء بكتابة المراجع. البحث العلمي بصورة مختصرة جدا، وإن كان يعني هناك بعض الاختلافات بين العلماء في تحديد المشكلة أولا أم اختيار عنوان أولا، على كل حال هناك
رؤية بأن يتم تحديد المشكلة أولا ثم اختيار العنوان، وبعض يرى أن كتابة العنوان تكون بعد انتهاء مباشر تماما من خطة البحث العلمي. سنحاول أن ندرس هذه الخطوات من خلال هذه المحاضرة. بداية، ما هي خطوات البحث العلمي؟ أو المقصود بخطوات البحث العلمي هي تلك المراحل التي يتعين الباحث اتباعها لإنجاز أي بحث من أبحاثه. وأيضا عندما نقول خطوات البحث العلمي فإننا نشير إلى الأسس العلمية التي تحدد المراحل المتابعة المحددة التي يقوم بها الباحث بانتظام في كافة مراحل البحث حتى يصل في النهاية إلى نهاية البحث وإلى النتيجة. إذا هناك 8 خطوات مهمة بالنسبة للبحث العلمي، وأيضا كما قلت تختلف من عالم لآخر أو من مدرسة إلى أخرى، ولكن عموما الخطوات البحث العلمي، إنه البحث العلمي هو ليس مجرد جمع بيانات، جمع البيانات هو خطوة مهمة في البحث العلمي ولكنها جزء بسيط من خطوات واسعة للبحث العلمي. وعلى البحث العلمي يتضمن 8 خطوات مهمة. الخطوة الأولى هي تحديد المشكلة واختيار موضوع البحث. المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية استعراض الدراسات السابقة وحصر وجمع الوثائق العلمية المتعلقة بموضوع بحثي. المرحلة الثالثة والخطوة الثالثة تطوير الهيكل النظري والمفاهيم للبحث اللي هي القراءة والتفكيك. المرحلة الرابعة تحديد الأسئلة والفروض. طبعا هنا لغط كبير، لأن يعني هل نكتفي فقط بالأسئلة دون الفروض أم تكون هناك فروض دون أسئلة؟ طبعا لابد للبحث العلمي أن يكون فيه أسئلة وفروض. الأسئلة يعني قليل عدد قليل والفروض عدد أكبر من الأسئلة، وكل ما كان البحث يعتمد فقط على الأسئلة كل ما كان بحثا ضعيفا، وكل ما كان البحث يعتمد على الأسئلة والفروض كل ما كان البحث عظيما وجيدا. المرحلة الخامسة والخطوة الخامسة هي تحديد منهج البحث، وهذه طبعا مهمة جدا، يعني أي منهج ستستخدمه، أي أداة ستستخدمها لجمع المعلومات وهكذا. لابد أن تحدد منهجا. جمع المعلومات بعد أن تحدد المنهجية، طبعا كل منهج من مناهج البحث العلمي، منهج المسحي أو منهج الوصف عنده أداة استبيان، منهج تحليل المضمون عنده أداة تحليل المضمون وهكذا. تجمع المعلومات من خلال هذه الأدوات التي تحددها من خلال المنهج الذي تحدده. بعدين تحليل البيانات، آخر مرحلة قبل الأخيرة تحليل البيانات من خلال الرجوع إلى برامج خاصة بالإحصاء SPSS أو غيرها من البرامج. ممكن تكون عبارة عن جداول وتكون عبارة عن أشكال بيانية للخروج بتحليل هذه البيانات. أخيرا كتابة التقرير النهائي للبحث، وطبعا بالإضافة إلى اختيار عنوان البحث كما قلنا، هذا يتم بعد انتهاء من كتابة خطة البحث. نصل بعد ذلك باللغة الإنجليزية اللي هو Research Process، بتكون من 8 خطوات نفسها بالترجمة. نمبر 1 هي Selection of Topic، اختيار الموضوع. المرحلة الثانية هي Reviewing the Literature، استعراض الدراسات السابقة. المرحلة الثالثة هي Development of Theoretical and Conceptual Frameworks، اللي هي تطوير الإطار النظري والمفاهيمي بالنسبة للبحث. الخطوة اللي بعدها اللي هي clarification of research question and hypothesis، اللي هي توضيح وتحديد الأسئلة وفروض البحث. المرحلة اللي بعدها اللي هي research design، اللي هي منهجية البحث أو تصميم البحث. المرحلة التي تليها data collection، اللي هي جمع البيانات. المرحلة اللي بعدها هيكون data analysis، تحليل البيانات. والمرحلة الأخيرة اللي هي drawing conclusions، اللي هي الخاتمة العمل أو كتابة التقرير النهائي بالنسبة للبحث. خطوات، إذا نشوف خطوات إعداد إجراء البحث بصورة تفصيلية، تخضع عملية إنجاز وإعداد البحث العلمي في ميدان العلوم الاتصال والإعلام عموما وكل العلوم، بقية العلوم إذا فروع أخرى، إلى طرق وإجراءات وأساليب علمية وعملية منطقية صارمة ودقيقة، يجب احترامها والتقيد بها واتباعها بدقة وعناية حتى يتمكن البحث من إعداد بحثي وإنجازي بصورة سليمة وناجحة وفعالة. تعتبر هذه الطرق والإجراءات من صميم تطبيقات علم المنهجية بمفهومه الواسع. كما تجب الإشارة هنا إلى أن اصطلاح البحث العلمي يشمل كل التقرير العلمي المنهجي والموضوعي، مثل مذكرات التخرج في مستوى البكالوريوس، طبعا قبلها هناك برضو الأسي أو المقالة البحثية، وأبحاث رسائل الماجستير أو ما يسمى برسالة كما تكلمنا عنها من قبل، والدراسات العليا مثل الطروحات وغيرها من التقارير العلمية، لابد أن تخضع لهذا الأمر.
بالنسبة للخطوات كما قلنا هي 8 خطوات حددناها احنا في بداية تحديد المشكلة واختيار الموضوع، استعراض الرسالة السابقة وحصر جميع وجمع الوثائق العلمية المتعلقة بالموضوع، تحديد تطوير الهيكل النظري ومفاهيم البحث او خطوط القراءة والتفكير، تحديد الأزمة والفروض، خامسا تحديد منهجية البحث، سادسا جمع البيانات وتخزين المعلومات، سابعا تحليل البيانات، ثامنا كتابة التقرير النهائي او خطوة الصياغة والكتابة. الأولى اللي هي خطوة العنوان، وطبعا العنوان ده ما مذكور في الخطوات باعتبار انه هو يعني يكون في نهاية البحث، ولكن العنوان مهم جدا. عنوان البحث هو كما يقولون البحث من عنوان. عند اختيارك لعنوان البحث مراعاة بعض الملاحظات، وهي يجب ان يكون عنوان البحث محددا بدلالة البحث وضمن الاهم عناصره، يعني اهم عناصر فيه هو المتغير التابع والمتغير المستقل. يجب ان يشير العنوان الى موضوع الدراسة بشكل محدد، يعني لا بد ان تكون هناك عنوان في الدراسة موضح موضوع الدراسة، بجانب إشارة نوع النتائج التي تصل إليها. لا بد أن تكون تقول هناك تعزيز الأمن، تعزيز الهوية، تحسين الرؤية، تحسين الأداء، كل لا بد أن يكون هناك إشارة لنوع النتائج التي تحصل على سيصل إليها الباحث فينا. ينبغي أن تكون اللغة المستعملة في العنوان لغة مهنية عادية وليست لغة صحفية استعراضية، ولا لغة مفرطة في اللغة المتخصصة. بمعنى لا يفضل أن يزيدك عدد كلمات البحث عن 15 كلمة، بمعنى تجنب العناوين الطويلة والعامة أو الفيك كما يقولون. أيضا معاد يضمن العنوان الفكرة الرئيسية للموضوع ويشير إلى المنهج المستخدم، لابد أيضا تشير في العنوان للمنهج المستخدم، دراسة وصفية، دراسة مقارنة، دراسة تحليلية، دراسة وصفية، دراسة مسحية. والأفضل أن يستخدم بشكل نهائي بعد انتهاء كما قلنا من خط البحث مع ضرورة اختصار ووضوح كلمات هذا البحث. العنوان واضح؟ هذا البحث، ولسه هنواصل في العنوان باعتبار العنوان هو المهم. عنوان البحث هو عنوان ودليل الموضوع او المشكله او الفكره محل الدراسه والبحث، يشتمل ويدل على كافه عناصر الاجزاء ومقدمات تفاصيل البحث بصوره واضحه دقيقه شامله وداله. ويخضع اختيار عنوان العده ضوابط واحكام موضوعيه وشكليه ونهجيه، لعل ابرزها ما هي: 1 دقه والوضوح، 2 ايجاز بدون اخلال بعيد عن الاطار الممله، 3 ان يدل على المحتوى، والاسم لا بد ان يدل على المسمى، واختيار الموضوع محدد في المسمى لا بد ان يعكس محتواه في اطار من التخصص الدقيق، 4 الحداثة والتفرد وإثارة الاهتمام. ده بالنسبة لعنوان البحث. الخطوة الثانية، طبعا دي أمثلة لعناوين الأبحاث يعني ممكن الناس تسترشد بها: عنوان تأثير مشاهدة العنف في التلفزيون العماني على الأطفال، تأثير الأخبار السياسية على الناخبين في انتخابات رئيس الأمة وين في عمان مثلا، دور الصحافة العمانية اليومية في التنمية الثقافية، دراسة تحليل المضمون طبعا بالدراسة على عينة من الصحف مثلا العمانية، دور التلفزيون العماني في ترتيب أولويات نخب الدراسة المسيحية المقارنة في إطار نظرية وضع الأجندة، مقومات تكامل العمل الإعلامي للسياسة الإعلامية والمؤسسات الصحفية في عمان دراسة وصفية تقويمية، العوامل المؤثرة في ترتيب أولويات القضايا الاقتصادية في الصحف العمانية دراسة وصفية، وهكذا. الصحافة العسكرية والشرطية في عمان دراسة تحليلية لمجلات جند عمان والعين الساهر. هذه أمثلة لعناوين مختصرة مقتضبة لا تتجاوز بأي حال من أحوال 15 كلمة قلنا التي ذكرناها، يمكن أن تكون تصل إلى 15 كلمة. فالعنوان مهم جدا، والبحث يقولون كما يقولون البحث من عنوان. خطوة تحديد المشكلة واختيار موضوع البحث، وهو عملية تحديد المشكلة العلمية التي تتطلب حلا علميا لها من عدة فرضيات علمية بواسطة دراسة والبحث والتحليل لاكتشاف الحقيقة أو الحقائق العلمية المختلفة المتعلقة بالمشكلة محل البحث، وتفسيرها واستغلالها في حل ومعالجة القضية المطروحة للبحث العلمي. وفي جميع الأحوال يجب أن يعرف الباحث من أين يبدأ، ولحسن الحظ يوجد العديد من المصادر المتاحة للبحث وتساعد على تحديد موضوع البحث مثل المجلات الأكاديمية والدوريات والجرائد الأسبوعية، مع الملاحظة أنه يوميا تزداد المصادر التي تمد الباحثين بثروة من الأفكار المختلفة. إذا لابد من تحديد المشكلة واختيار مشكلة البحث بالصورة، ولا بد من الاحساس بالمشكلة كما يقولون، لا بد أن تذكر هذا أنه في إحساس بمشكلة البحث وإنها هي نقطة البداية في أي مجهود البحث، ويتطلب أي المشكلة إجابات شافية على السؤال الفرد واستفساراته. تعتبر هذه المرحلة من أولى مراحل إعداد البحث والأكثر صعوبة ودقة نظرا لتعدد واختلاف عوامل مقاييس الاختيار، حيث توجد عوامل ومعايير ومقاييس ذاتية نفسية وعقلية واجتماعية اقتصادية ومهنية تتحكم في عمل اختيار البحث. هذه العوامل هي هذه العوامل الذاتية
ضمن الاستعداد والرغبة النفسية الذاتية، القدرات العقلية ونوعية التخصص العلمي، طبيعة موقف الباحث والظروف الاجتماعية والاقتصادية، العوامل الموضوعية وتشمل القيمة العلمية للموضوع، أهداف سياسة البحث العلمي المعتمدة، مكانة البحث من أنواع البحوث العلمية الأخرى، مدى توفر الوثائق والمراجع والمصادر لهذا البحث. هذه هي العوامل التي تتحكم في اختيار أي موضوع للبحث. القواعد الأساسية تحت مشكلة الدراسة هي ثلاثة قواعد: وضوح موضوع البحث، هذا واحد، يعني يكون موضوع البحث محدد غير غامض أو عام. اثنين، تحديد المشكلة، وهي أن تصاغ مشكلة البحث صياغة واضحة بحيث تعبر عن ما يدور في ذهن الباحث وتبين الأمر الذي يرغب في إيجاد حله. ثلاثة، وضوح المصطلحات، وهي التعريفات المحددة والواضحة المفاهيم. يذهب بعض الباحثين إلى القول بأن أفضل طريقة لتحديد الإشكالية وضعها بشكل سؤال بين العلاقة بين متغيرين، وممكن يكون ما فيها، ممكن يكون المشكلة برضو ما نسيقها في سؤال، لكن أفضل أنك تسيقها في سؤال. المرحلة الأزي التي ينبغي على الباحث يجاب عليها عند اختيار مشكلة البحث، يجب على الباحث أن يعرف أن هناك عدد لا يحصى من الأشكالات التي تواجه المجتمع، وإنه لا يستطيع لوحده أن يحل كل المشاكل، وإنه لا يمكن لأي فرد أن يحل كل مشاكل المجتمع. ذلك عليه أن يبدأ بتجزئة السؤال الواحد إلى عدد من الأسئلة المتفرعة التي يحتمل كل منها إجابة محددة. وهناك بعض الأسئلة التي ينبغي على الباحث يجاب عنها عند اختيار مشكلة البحث، منها: هل المشكلة التي جرى اختيارها قابلة للبحث؟ ويتشعب هذا السؤال إلى عدة أسئلة. واحد: هل هناك جوانب أخلاقية تمنع إجراء البحث؟ هل هناك ما يكفي من الأدوات للحصول على معلومات دقيقة حول هذا البحث؟ هل جرى دراسة هذه المشكلة من قبل؟ وهكذا يصل الباحث إلى مشكلة بحثية بصورة محددة وجيدة وممتازة. الخطوة الثانية اللي هي استعراض الدراسات السابقة وحصر جميع الوثائق، هذه تسمى نحن بنسميها الريتشر ريفيو أو الدراسات السابقة. لابد للباحث أن يبحث عن هذه. سميتها أهمية هذه الخطوة من خطوة البحث بأنه يعرض فهم الباحث إطار النظر لدراسته، يبرز الحاجة لهذه الدراسة، يبرز قيمتها والغرض منها، يبرز قيمة هذه الدراسة من حيث إلقاء الضوء على الدراسة السابقة والباحثين الذين سبقوه في تناولها أو أنه لم يتم التطرق إليها أو تناولها من قبل. طبعا كل بحث هو بحث تكميلي أو بحث مكمل للبحث الذي قبله. يجب أن تشمل هذه الخطوة على ما يغلى عن ثلاث دراسات بالذات في مرحلة البكالوريوس، ثلاث دراسات في مرحلة الدكتوراه الماجستير، ممكن يكون أكثر من خمس دراسات في مرحلة الدكتوراه، أكثر من سبع دراسات إذا تم التطرق لها مع ذكر اسم الباحثين وإيجاز ملخص عن كل دراسة زي ما هنشوف بعد شوية. لا يجب أن يبدأ الباحثون الذين يجرون أبحاثهم وفق المبادئ البحث العلمي بدون رجوع إلى الدراسة السابقة وتقدم الدراسات السابقة وتتاح معلومات عن كيفية إجراء الأبحاث السابقة والنتائج التي توصلت إليها. ويعتبر الباحثون المحترفون الرجوع إلى الدراسات السابقة من أهم خطوات عملية البحث، لأنها تساعدهم على التعلم من الأبحاث السابقة ومعرفة الوقت والجهد والأضرار التي قد يتعرض لها البحث في حالة عدم إمكانية الرجوع إلى الدراسات السابقة. وقبل أن يبدأ البحث بإجراء البحث عليه ثلاث الأسئلة التالية: ما نوع الأبحاث التي جرت في نفس المجال من قبل؟ نفس الكيس. ماذا يوجد في الدراسة السابقة؟ هذا مهم. ما هي المقترحات التي قدمها باحثو الدراسة السابقة؟ ماذا يمكن أن تضيف الدراسة السابقة من معلومات مجال الدراسة؟ ما هي الأساليب التي تستخدم في الدراسة السابقة؟ وعادة تساعد الإجابة على هذه السابقة على تحديد فروض وتساؤلات البحث. هنمشي نشوف بعد الخطوة البعض تحديد الأسئلة والفروض. البحث عن الوثائق، طبعا زي ما قلنا في وثائق أصلية أولية ومباشرة، هذا يسمى مصادر مثل القرآن الكريم، مثل كتب الأحاديث، مثل القواميس، هذا يسمى مصادر أولية أو أصلية أو مباشرة. هناك أيضا وثائق غير أصلية غير مباشرة، هي المراجع، الكتب المختلفة التي تأخذ من تلك المصادر تعتبر هي وثائق غير أصلية أو غير مباشرة، لكن لابد أن نرجع لهذه وتلك. طبعا الأفضل في البحوث كل ما استمدت على الوثائق الأصلية الأولية المباشرة كل ما كان ذلك أفضل، والاعتماد ايضا على الوثائق الاصليه مثل الكتب والمراجع برضه مهم جدا. وزي ما قلنا او في بعض المحاضرات انه الرجوع الى المجلات العلميه المحكمه افضل من الكتب. نعم. بالنسبه للمصادر الموضوعات البحث العلمي هي ذكرناها قبل، لكن بصوره عامه هي المجلات الدورات العلميه الخاصه بالابحاث، المواقف اليوميه، بيانات الارشيف، هذه تعتبر كلها من مصادر معلومات البحث. وإذا تحديد جدول دراسة الموضوع بعد أن اختار البحث الفكرة الأساسية للبحث يحددها، يكون الخطوة التالية هي التأكد من أن الموضوع يستحق الدراسة، وتحقق ذلك من خلال الإجابة على الأسئلة التالية: أيضا هل الموضوع واسع جدا؟
هل يمكن بحث ودراسة المشكلة؟ نعم. هل يمكن إخضاع موضوع البحث للدراسة الجيدة؟ هل يمكن تعميم ري الدراسة؟ ما هي تكاليف الوقت المطلوب للتحليل؟ هل أسلوب تخطيط البحث مناسب للمشروع؟ هل محتمل يضمن البحث ما يضر المفردات التي تجري عليها الدراسة من البشر أو غيره؟ طبعا هذه الخطوة مهمة جدا، خطوة تحديد المشكلة مهمة جدا، ولهذا تم التركيز عليها، لأن إذا ما حددت المشكلة من أول وهلة أو في بداية البحث يكون ليس ذو فائدة أو ليس. الخطوة الثالثة هي تطوير الهيكل النظري والمفاهيمي للبحث أو خطة القراءة والتفكير. طبعا بعد ما تحدد المشكلة لابد أن تذهب إلى المراجع والكتب وتقرأ أكثر وتفكر أكثر في هذا، هي عملية الاطلاع والفهم لكافة الأفكار والحقائق التي تتصل بالموضوع. هناك أهداف للقراءة والتفكير، هو التعمق في التخصص وفهم الموضوع والسيطرة على جل جوانبه، اكتساب نظام تحليل قوي ومتخصص، أيضا اكتساب الأسلوب العلمي القوي، القدرة على إعداد خطة الموضوع، وأخيرا الثروة اللغوية الفنية والمتخصصة والشجاعة الأدبية لدى الباحث، كلها تتوفر من خلال أهداف مرحلة القراءة. شروط وقواعد القراءة اللي تكلمنا عنها، الخطوة التي تلي هذه هي تحديد الأسئلة أو الفروض. طبعا الأسئلة كما قلت في بداية هذه المحاضرة، هناك بعض الناس يكتفون بالأسئلة دون الفروض، ولكن طبعا أفضل أن تكون هناك أسئلة وفروض في أي بحث. بعد تحديد المجال العام للبحث وبعد مراجعة التراث العلمي، يجب أن يحدد الباحث مشكلة البحث بشكل فرض hypothesis قابل للدراسة وبشكل سؤال research questions. والفرض هو تخمين يتناول العلاقة بين المتغيرين، المتغير التابع والمتغير المستقبلي، يتم اختبار الفرض مباشرة قد تكون العلاقة المتوقعة بين المتغيرين صحيحة أو خاطئة. أما سؤال البحث فهو سؤال رسمي يصمم ليعطي مؤشرا عن شيء ما، وهو ليس محددا لدراسة العلاقة بين المتغيرات، وعادة تستخدم تساؤلات البحث عندما يكون البحث غير متأكد من طبيعة المشكلة قبل الدراسة، ويكون هدف التساؤلات مجرد جمع بيانات ميدانية. عشان كده لما نقول البحث فيه سؤال فقط بيكون يعني بحث ضعيف. وعادة ما تعود الفروض التي تخضع لاختبار من معلومات جمعت أثناء مرحلة الإجابة على تساؤلات البحث. بعد أن يحدد البحث المشكلة ينتقل إلى مرحلة الفرضيات المتعلقة بموضوع البحث، ولا يعني هذا الفرضيات تأتي في مرحلة فكرية متأخرة عن مرحلة الإشكالية. وما الفرضيات إلا إجابات مبدئية للسؤال الأساسي الذي تم طرحه في مشكلة البحث الذي يدور حوله موضوع البحث. يعتبر افتراض مبدئيا لأن موضوع البحث لا يكون في صورة الأخيرة الواضحة، وتأخذ الافتراضات بالتبلور والوضوح كل ما تضحت صورة البحث. الافتراضات ما هي إلا تخمينات أو توقعات أو استنتاجات يتبناها الباحث مؤقتا لحلول لمشكلة البحث، فهي تعمل كبديل ومرشد له. ويرى بعض الكتاب أن الفرض ما هو إلا عبارة مجردة لا تحمل صفة الصدق أو الكذب، بل هي نقطة انطلاق للوصول إلى نتيجة يستطيع عندها الباحث من قبول الفرض أو رفض الفرض accepted or rejected. أنواع صيغات الفروض والطرق والصفات. فبعد تحديد المجال العام للبحث وبعد مراجعة التراث العلمي، يجب أن يحدد البحث بشكل فرض قبل الدراسة وبشكل سؤال غير ما قلنا. والفرض هو تخمين تناول العلاقات بين المتغيرين. طيب ما هي هناك ثلاث طرق لصياغة الفرض. الصياغة الأولى بصياغة بطريقة متجهة سموها directional hypothesis. مثال لها، هل هناك علاقة طردية من الفرض وازدياد حالة الطلاق في المجتمع العماني؟ الصياغه النوع الثاني من الصياغه الثانيه هي الصياغه بطريقه فرديه لا متجهه نون دايركشنال هايبوثيسيس، اللي هي توجد علاقه، مثال لها توجد علاقه بين الفقر وازدياد حالات الطلاق في المجتمع الاماراتي. هذه يسموها الفرديه اللا متجهه والغير متجهه. الفرديه الثالثه، الصياغه الثالثه والنوع الثالث من صياغه الفرديه، الفرديه بطريقه الصفريه يسموها نيل هايبوثيسيس، اللي هي لا يوجد علاقة، مثال لها لا يوجد علاقة ذات دلالة بين الفقر وازدياد حالة الطلاق في المجتمع السوداني. هذه ثلاثة طرق لصياغة الفرضيات. وقد وجد الباحثون المختصون أن الافتراضات جيدة تميز بالصفات التالية: واحد، أن يكون الفرض موجزا مفيدا وواضحا يسهل فهمه. 2، أن يكون الفرض مبنيا على الحقائق الحسية والنظرية والذهنية لتفسير جميع جوانب المشكلة. أن يكون الفرض قابل للاختبار والتحقيق. أن لا يكون متناقضا مع الفروض الأخرى المشكلة الواحدة أو متناقضا مع النظريات المفاهيم العلمية الثابتة. تقضي الفرض جميع احتمالات المشكلة وتوقع ذلك باعتماد مبدأ الفروض المتعددة لمشكلة البحث.
خامسا، الخطوة الخامسة هي تحديد منهجية البحث. طبعا دي مهمة جدا زي مشكلة البحث، لابد أن تحدد المنهجية، يجب أن تتعدد طرق مناهج البحث، لأنه قد يتطلب الأمر على بعض الأسئلة إجراء مسح بالتلفون أو البريد، وقد يفضل الإجابة على بعض الأسئلة الأخرى من خلال المقابلة الشخصية، ويتطلب بعض المشاكل إجراء تجارب في المعمل كما هو بالنسبة الابلايد ساينسز، والتحكم في بعض العوامل الخارجيه المؤثره. واختار الباحث طريقه او المنهج وفقا لاهداف البحث بناء على ما يتوفر لديه من قدره ماديه لاجراء التحليل، ويلاحظ انه حتى مشروعات الابحاث التي قد تبدو بسيطه جدا قد تتطلب طرقا بحثيه شديده التعقيد، وقد يدخل او يداخل مصطلح تصميم البحث التجريبي البحث مع مفهوم وضع خطه مشروع البحث. تشتمل كل تصميمات الابحاث على خطوات لجمع وتحليل البيانات قبل ان يبدا مشروع البحث، من خطوه محدد فرض منهج معين او اسلوب احصائي معين بعد جمع البيانات، حتى تكون دراسه فعاله وعلى درجه عاليه من المصداقيه، مراعاه توافر الخصائص التاليه عند تصميم البحث: 1. ان تجري في ظروف بيئيه طبيعيه. 2. مع وجود علاقه واضحه بين السبب والنتيجه، اي متغير مستقيم غير تابع. 3. ضروره استخدام مقاييس غير ملحوظه وقويه. 4. يجب اختيار العوامل التابعه بناء على علاقتها بالدراسه ومعلومه البحث. واولا واخيرا وقبل كل شيء، يجب ان يكون تصميم البحث واقعيا، ذلك يتطلب الامر الاخذ بالاعتبار بدقه الوقت المتاح والميزانيه المتاحه والافراد الذين سيقومون بالدراسه والباحثين ذوي الكفاءه الذين سيضعون المنهج المقترح للبحث والتحليل الاحصائي. طبعا من خلال هذه الخطوه تم تقسيم البحث الى ابواب وفصول وبحث، يعني اي بحث لازم يخضع لتقسيم الى ابواب وفصول. طبعا البحث المعروف ماجستير مثلا او الدكتوراه قسم الى 4 فصول او 5 فصول. الفصل الاول هو الجانب الاطار النظري، ثم الفصلين الثاني والثالث هو الاطار النظري فيما يسمى بالبريتش ريفيو، استعراض المتغيرين التابع والمستغل. اما الفصل الرابع هو الدراسه التطبيقيه، والفصل الخامس هو النتائج التي يمكن ان تحصل عليها من خلال هذا البحث. الخطوة السادسة من خطوات بحث البحث إعداد البحث العلمي هي مرحلة جمع وتخزين المعلومات. طبعا هي مهمة جدا، ليست تطورات تقنية بس متلاحقة عملية جمع المعلومات البحثية خاصة مع الفترة التي وضع عليها الثورة المعلوماتية في العقدين الأخيرة، ويعتبر المعلمة مسؤول نقل المعلومات والثقة عبر وسائل التواصل. تعتبر المعلومات المجمعة وركيزة البحث الأساسية كمقومات محورية للبحث، وكل ما جمع البحث أكبر عدد من المعلومات بنوعية حديثة ممتازة، كل ما أدى ذلك يمكنه من تغطية متطلبات بحثه بكل فروعه ونقاطه. المعلومات هي من خلال الإنترنت، من خلال المراجع وكذا، ونكتب هذه المعلومات بصورة وزي ما هنيجي في محاضرات لاحقة إن شاء الله نتحدث عن كيفية تثبيت المراجع والهوامش في المراجع في الهوامش في الإنوت أو في الإنوت أو في فوت نوتس. سابعا، تحليل البيانات، يعتبر هذا جزء من خطة الدراسة من أجزاء مهمة، زي يضمن الطريقة، يعني تضمن هذا الجانب توضح الطريقة التي يجيب عليها يجيب فيها الباحث عن أداة الدراسة أو يختبر فيها فرضيات الدراسة من خلال تحليل البيانات التي أدلى بها المبحوثين، تحديد مجتمع الدراسة الذي يلزم تعميم النتائج عليه، وصف العميد اختيار العينة وتوزيع أفرادها في مجموعات الدراسة، تصميم الدراسة، وده طبعا بيتحدث بالمتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة والترتيبات التي يجب توفيرها للحصول على البيانات اللازمة دون تلوثها بمتغيرات وعوامل ليست ذات صلة بالدراسة. غير من هذا الشيء. التحليل والتفسير هو جوهر البحث العلمي وغاياته، والتحليل يقود الى التفسير والاستنتاج الذي هو جوهر البحث العلمي، وغاية لان ملاحظه الظاهره والحدوث لا يمس الا بدايه اقتراب منها، لكن الهدف هو تقديم تفسيرات وتحليلات خاصه بهذه الظاهره، حدها الادنى هو الاجابه على الاسئله التقليديه الخاصه باتجاه الخطي في الاعلام، وهو من يقول ماذا لمن وباي وسيله واي تاثير، من قبل هارولد لاسويل في البحث العلمي في بحوث الاعلام. ثامنا، كتابة التقرير النهائية، والخطوة النهائية خطوة الصياغة والكتابة بعد مراحل اختيار الموضوع، جمع الوثائق والمصادر والمراجع، القراءة والتفكير والتأمل في تقسيم البحث، ومرحلة جمع وتخزين المعلومات، وتأتي المرحلة الأخيرة والنهائية وهي مرحلة صياغة وكتابة البحث العلمي بصورته النهائية. وطبعا البحث أهداف الكتاب أنه إعلان وإعلام نتائج البحث، لأنه لازم يكون البحث فيه إعلام وإعلان للآخرين. عرض وإعلان أيضا أهداف، الهدف الثاني هو عرض وإعلان أفكار البحث ورأي. 3. اكتشاف النظريات والقوانين العلمية، ده بالنسبة لأهداف كتابة البحث.
البحث اللي هو تحديد واحتمال منهج البحث او منهج البحث وتطبيقه في الدراسه، الاسلوب العلمي والمنهج الجيد، احترام قانون الاقتباس وقانون الاسناد والتوثيق، هنتكلم عنها في محاضره قادمه ان شاء الله. الامانه العلميه، لابد ان يكون البحث ان يكون امين علمي، اي معلومه جديده في اي مرجع لابد ان يسر هذا الاقتباس ويذكر المرجع الذي ظهر اقتبس من هذه المعلومة. أيضا لابد أن تظهر في البحث ظهور شخصية الباحث، يعني لابد من وقت لآخر يرى الباحث ويعتقد الباحث ويتفق الباحث مع هذا ويختلف مع هذا، لابد أن تظهر شخصية الباحث. الخطوة المقوم الأخير هو التجديد والابتكار في موضوع البحث، لابد أن يكون أيضا هناك تجديد وابتكار دائما في موضوعات البحث العلمي. بعد ان يمر الباحث باكثر من تجربه تصبح عمليه اختيار موضوع البحث تحديد خطوات عمليه سهله، يعني لابد ان الباحث ان يكثر من هذه الابحاث تكون له سهله جدا بعد شويه. وعلى الباحثين المبتدئين الاهتمام بالماده العلميه المتاحه واختيار موضوع بحث فرعي صغير وعملي، وعليهم ان لا يتجاوز حدود السؤال التي يسعى البحث الاجابه عليه. ويجب على الباحثين المبتدئين اختيار الطريقه المناسبه للتحليل، وعليهم تحليل الماده العلميه وتفسير اثناء تقدمهم في خطوات البحث حتى يتوصلوا الى نتائج واضحه ومحدده. ومن الضروري وضع تصور منطقي للخطوات المنهجيه للبحث حتى يمكن الاجابه على سؤال البحث واختبار فروضي. ومن اولى خطوات البحث العلمي مراجعه ما يتاح من ادبيات علميه متعلقه بموضوع البحث، لذلك تقوم اي دراسه بحثيه حاليه على تراث متراكم من الابحاث السابقه، كما تساعد مراجعه الابحاث السابقه تحديد البحث وتحديد نطاق مشكله البحث والعوامل المحتمل ان تؤثر على الدراسه. زادي هنا أجبنا عليها حتى يستفيد منها، وهذا طبعا كما قلنا للعلم، وحتى ربما يعني تكون هي في الامتحان النهائي. ما هي الخطوات الأولية في بحوث الإعلام؟ الإجابة الخطوات الأولية في بحوث الإعلامية هي اختيار موضوع الدراسة، تحديد الإطار والمجال العام الذي نريد أن نبحث فيه وهو يشبه بالنهر الكبير، تحديد الجدول الفرعي المتفرعي من ذلك النص، ثم الجداول الجزئية، فكلما نجحت في تحديد أدق والوصول إلى جزئية أكثر تحديدا فكلما أصبح المسلك تحديد موضوع البحث. مثال لذلك تحديد إطار أول مجال العام دراسات في مجال التلفزيون المتخصص الدراسي، ثم المجال الفرعي الدراما التلفزيونية، ثم تحديد أدق صورة المرأة في الدراما التلفزيونية. إذا الخطوة العنوان يكون كالآتي: دراسات تلفزيون دراما تلفزيونية صورة المرأة في الدراما التلفزيونية السودانية. السؤال الثاني: هل هناك عوامل تساعد في اختيار موضوعات بحوث الإعلام؟ نعم، هناك عوامل كثيرة، العديد من العوامل في اختيار الموضوع، ولعل أبرزها ما يلي: 1- سعة الاطلاع، الملاحظة الدقيقة، طلب مشورة الزبر، خبرة، خطة البحثية على الكتابة، إعداد أو كتابة خطة، ويتضمن ما يلي كما قلنا وضحناها في المقدمة: الدراسات السابقة، مشكلة البحث، التساؤلات والفروض، نوع الدراسة، منهج الدراسة، مجتمع الدراسة، عينة الدراسة، أعداد جمع البيانات، تقسيم الدراسة والتوبيب، المراجع. وهناك عناصر يمكن ضبطها مثل أهمية الدراسة، الإحساس بالمشكلة البحثية، التعريف بالمصطلحات مع تساؤلات، حدود الدراسة وصعوبة جهة البحث، وهكذا. نعم. الأسئلة أيضا، هناك أسئلة أخرى للتعلم الذاتي، عادة ما يتضمن عنوان البحث. هذه هي الإجابة: ما هي أبرز محتويات مقدمة بحث محتويات مقدمة بحث علمي في مجال الإعلام؟ تكلمنا عنها ووضحناها قبل، وهذه إجابة أيضا لها. ما هي الدراسات السابقة وما هي بدايتها؟ طبعا الدراسات السابقة مهمة جدا، هي الدراسات السابقة ومعناها أشمل وأوسع، واستفاد من الدراسات السابقة في بناء إطار النظر والمفاهيم بالنسبة للبحث العلمي. تكليف، أتمنى إنه تكليف رقم 3. تخيل انك طالب باحث على وشك التخرج من جامعه سلطان قابوس قسم الاعلام، وهذا مجرد افتراض اولي طبعا، وطلب منك اجراء بحث تخرج، وهذا افتراض ثاني، فما هو العنوان الذي ستختاره؟ اختار لنا عنوان، اكتب مقدمه هذا العنوان، ثم حدد مشكله البحث، وحدد ازيه البحث والفروض التي هي وسائل الاهداف التفصيليه لمشكله البحث، ثم اكتب اهميه البحث وحدد اهداف هذا البحث. ترسل الاجابات التي لا تقل عن 5 صفحات وازيد عن 10 صفحات قبل يوم 31 مايو 2020 ان شاء الله على البريد الالكتروني التالي: sifuddin.abdallah1@sultanabuzuniversity.edu.oman. وبالله التوفيق والنجاح حتى جديد اللقاء، نستودعكم الله الذي لا يضيع وضيعه وفي امان الله، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.